اهلا بيك في فيزيكس كلينك. موضوع النهارده عن 6 معادلات فيزيائيه غيرت التاريخ. خلينا نبدا بالجمله بتاعه ريتشارد فاينمان، بيقول فيها: كل شيء مصنوع من الذره، كل شيء تقوم به الحيوانات تقوم به الذره، لا يوجد فعل تقوم به الكائنات الحيه لا يمكن تفسيره او فهمه من وجهه نظر قوانين الفيزياء. تعتبر قوانين ومعادلات الفيزياء اقرب لاشكال السحر، فهي قادره تخلينا نكشف عن اسباب اشياء حصلت في الماضي، زي سبب زياره مذنب هالي لينا حوالين الارض كل 76 سنه، وتخلينا كمان نفتش في الكون ونحاول نتوقعه، زي ما معظم علماء الفيزياء دلوقتي بيدرسوا مصير الكون ونهايته. هل هينتهي؟ هل هينكمش على ذاته؟ هل هينفجر تاني؟ او في ثقب اسود هيبلعنا كلنا؟ اما لو هتكلم على اشياء بتحصل في حياتنا اليوميه، فالفيزياء هي السبب انك تقدر تنزل بكل سعاده، تركب عربيتك او ميكروباصك او اتوبيسك وتروح تقف على كوبري اكتوبر بالساعه باشا، ولا يهمك من اي حاجه من دي، ولا قوانين الفيزياء كلها تقدر تساعدك في الموقف ده، بس بتكون سعيد وممتن للفيزياء انها ساعدتك على الاقل ما تقفش الوقفه دي على رجلك. كمان قوانين الفيزياء هي السبب في انك دلوقتي بتروح المطار وتقعد مرتاح جدا على كرسي جنب الشباك في طياره تروح بيك اي مكان في العالم في اقل من 24 ساعه بس. فيعني نقدر نقول بكل ثقه ان طالما كل شيء مصنوع من الذره زي ما قال ريتشارد فاينمان، وان الفيزياء قادره تفسر الكون كله، فهي قادره بالشكل ده تغير التاريخ. وال6 معادلات دول من اهم المعادلات الفيزيائيه اللي غيرت وجه التاريخ. اول معادله قانون نيوتن الثاني للحركه. ايه اللي بيقوله القانون ده؟ بيقوله ان القوه بتساوي الكتله في العجله. ايوه، يعني ايه؟ يعني باختصار انك تجر عربيه فاضيه اسهل واسرع بكتير من انك تجر عربيه مليانه خضار وفاكهه. طيب الكلام ده مفيد في ايه؟ قوانين نيوتن الثلاثه عموما كانوا مفيدين. القانون الاول قال ان احنا محتاجين قوه عشان نقدر نحرك اي حاجه، ودي واضحه طبعا. والقانون الثالث بيقول ان كل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، ودي واضحه برضه. القوانين دي بقى كانت الاساس للميكانيكا الكلاسيكيه. يعني باختصار الطيارات والعربيات والصواريخ وآلات المصانع، كل ده ظهر بسبب القوانين دي. تاني قانون، قانون الجذب العام لنيوتن. بيقول ايه القانون ده؟ بيقول ان في قوه تجاذب بين اي جسمين في الكون. قوه التجاذب دي بتتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتله كل جسم فيهم، وبتتناسب عكسي مع مربع المسافه بين مركز كل جسم فيهم، لكن القوه دي بتقل كل ما الجسمين بيبعدوا عن بعض. طيب الكلام ده يفيدنا في ايه؟ ببساطه زمان قبل موضوع الجاذبيه ونيوتن والتفاحه، كان الكون بينقسم لعالمين: عالم ارضي وده اللي احنا عايشين فيه، وعالم سماوي وده ما لناش علاقه بيه. لكن نيوتن جه وقال ان القوه اللي بتنطبق على التفاحه فتنزل من الشجره هي نفس القوه اللي بتنطبق على القمر فبتخليه يلف حوالين الارض. بمعنى تاني، نيوتن هو اللي ربط حياتنا اليوميه اللي هو الليل والنهار وبين حركه الاجرام السماويه. ثالث قانون، القانون الثاني للديناميكا الحراريه. القانون ده بيقول ان اي تغيير بيحصل تلقائيا في اي نظام لازم يصاحبه عشوائيه او انتروبي. يعني باختصار، لا داعي للبكاء على اللبن المسكوب. عدم التنظيم والعشوائيه جزء من الكون. يعني قصدي فعلا ان لو وقع شويه لبن على الارض مينفعش تقدر تجمعه تاني. طيب الكلام ده كان مهم في ايه؟ كان مهم في عمل الموتور والتلاجات. يعني لما تطلع الشوكولاته اللي انت شايلها في جنب على التلاجه بعد كده، خليك عارف الفيزياء والعشوائيه كانت السبب في انك تقدر تحتفظ بالشوكولاته دي لاطول فتره ممكنه. رابع معادله، معادله ماكسويل وفاراداي. المعادله دي بتقول انك تقدر تخلق مجال كهربي من مجال مغناطيسي متغير. يعني ايه؟ يعني باختصار، الكهرباء والمغناطيس متعلقين ببعض، والخبر ده ساعتها قلب الاوساط العلميه وبقينا نستخدمه في معظم تطبيقات المولدات الكهربائيه، زي مثلا السدود الكهرومائيه اللي بننتج منها كهرباء من الميه. ده غير المعادله دي بيتم استخدامها في تطبيقات الهندسه وتكنولوجيا الالياف والاتصالات. خامس معادله، معادله تكافؤ الكتله والطاقه لاينشتاين. طبعا دي معروفه وهي فعلا من اشهر القوانين ومعادلات الفيزياء. بتقول ايه المعادله دي؟ بتقول ان الطاقه بتساوي الكتله مضروبه في مربع سرعه الضوء. طبعا سرعه الضوء ده رقم كبير جدا وثابت، والمتغير في المعادله دي الكتله والطاقه، والعلاقه بينهم علاقه طرديه. يعني كل ما تزيد الكتله تزيد الطاقه. المعادله دي تم استخدامها في صنع القنبله الذريه اللي امريكا ضربت بها ناجازاكي سنه 1945. ساعتها كان اينشتاين بعت جواب لرئيس امريكا بيوافق فيه على بدء تجارب تطوير القنبله الذريه، لكن بعد ما شاف اللي حصل قال دي اكبر كارثه عملتها في حياتي. ثالث معادله، معادله شرودنجر. شرودنجر صاحب القطه اللي جوه الصندوق سنه 1925، عمل معادله بتوصف في التغير في الحاله الكميه او الكموميه للماده، وازاي بنقدر نحسبها عن طريق طاقه الوضع وطاقه الحركه. ودي ببساطه المعادله الكميه لقانون نيوتن الثاني، والمعادله دي تعتبر من اوائل المعادلات اللي بدات ميكانيكا الكم بيها. بتهتم المعادله دي بحركه الجزيئات، وبنستخدمها دلوقتي في الليزر والترانزستور وغيرهم، وفي المستقبل اظن هيكون لها دور كبير جدا في التكنولوجيا والاجهزه بشكل عام. يعني ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو عندك اي استفسار سيبه في الكومنت تحت وانا هرد عليه.